السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا وسهلا مشاهدين الكرام في قناتكم متي عينك، في فيديو جديد وأحداث ومفاجآت جديدة للحلقة السابعة لمسلسل مؤسس عثمان. قبل بداية الحديث عن هذه الأحداث، لا تنسونا بالإعجاب بالفيديو والمشاركة في القناة. في هذا الفيديو سنتحدث عن سبب عدم تنزيل الإعلان الأول للحلقة السابعة في موعده وفي وقته المحدد، بالرغم أننا سبقنا وتحدثنا في فيديو آخر عن هذا الأمر. حقيقة مرض السيد أرطغرل وعودته إلى القبيلة، وصول ابن سلجان الثاني إلى قبيلة الكاي، وسبب تعيين ديندار سيدا للقبيلة، ومن سينقذ عثمان من الأسر. للتعرف على هذه الأحداث تابعوا الفيديو حتى النهاية. نبدأ أولا بإيقاف موعد وبث حلقات المسلسل، فعدم تنزيل الإعلان الخاص بالحلقة السابعة، وكذلك بأن الحلقات أو الحلقة السادسة لن تعرض في موعدها وتم تأجيلها إلى موعد آخر وهو يوم الأربعاء 15 يناير. والسبب كما ذكرنا سابقا هو دخول السنة الجديدة والعام الجديد 2020، وتوقف البث سيشمل جميع القنوات الخاصة غير القنوات الحكومية. ومن بين الأسباب التي تؤدي إلى هذا الأمر أن أصحاب هذه القنوات يدرسون العروض الجديدة التي تقدم لهم من طرف المعلنين، وكذلك إعادة النظر في الإعلانات السابقة وفي أسعار هذه الإعلانات التي يتم تغييرها في بداية كل سنة جديدة. وكذلك سوف تعطى الفرصة أيضا لمخرج المسلسل محمد بوزداغ كذلك لإدخال تعديلات وتغيير ما يمكن تغييره، بالرغم من أن السيناريو مكتوبا ولكن دائما يكون قابل للتعديل. ولذلك لم يتم تنزيل الإعلان الأول للحلقة السابعة في موعده. أما المسألة الثانية في هذا الفيديو وهو قدوم قبيلة سلجان وابنها. لاحظنا في الإعلان الثاني للحلقة السادسة أن قبيلة سلجان في الطريق متجهة نحو قبيلة الكاي، وسلجان أكدت هذا الأمر وأخبرتهم أنها بعد وفاة ابنها ورفيق دربها، يعني وفاة جوندوكتو، ونتأسف عن هذا الأمر، أنها فضلت القدوم إلى قبيلة الكاي والاستقرار فيها، ولكن لم تخبر بشيء عن ابنها بسبب جعل الأمر مفاجأة للمتابعين، حيث سيصل ابنها وقبيلتها إلى القبيلة في الحلقة السابعة. والجميل في الحلقة السادسة التي شاهدناها، رغم الأحداث التي أحزنت المشاهدين مثل استشهاد محاربين من محاربي عثمان، هي عودة البطل عبد الرحمن ألب، بالإضافة إلى عودة السيدة سلجان كما ذكرنا سابقا. وهذه الأمور إشارة من المخرج محمد بوزداغ أن الكثير من أبطال مسلسل قيامة أرطغرل سيعودون إلى المسلسل، لكن لن يعودوا كدفعة واحدة، وإنما بالتدريج وحسب المهام وحسب الأدوار التي سيظهرون من أجلها. لكن ما لم يعجب المتابعين هي الأخبار التي نقلها عبد الرحمن ألب عن السيد أرطغرل، أولا عن مرض أرطغرل الشديد، وثانيا عن تكليف أرطغرل لأخيه ديندار
خلفا له وسيدا للقبيلة من بعده، وأحضر خاتم السيادة وقدمه لدندار الأمر الذي لم يرقه بامسي والسيدة سيلجان. لكن متابعينا الكرام، إنما في الأمر ليس ما قاله عبد الرحمن حقيقة، ولا يدل على أن أرطغرل لن يعود إلى المسلسل، وأنه اختار بصفة نهائية السيد دندار سيدا للقبيلة. فنحن نعلم من مشاهدتنا لأجزاء مسلسل أرطغرل ذكاء أرطغرل وفطنته في هذا الأمر، فهو لن يكلف شخصا كيفما كان سيدا للقبيلة إلا إذا تيقن أنه يصلح لهذه المهمة الصعبة. ومن نظر عبد الرحمن لدندار أثناء كلامه معه وتقديم خاتم السيادة له، يتبين أن في الأمر امتحانا، مجرد امتحان لدندار من السيد أرطغرل، وأنه أراد أن يجربه بمنحه هذه المهمة. ولكن سيتضح في الأخير أن دندار لا يصلح للسيادة، لأنه لحد الآن لم تصدر منه أي أشياء التي تدل على الخيانة أو عدم صلاحيته لقيادة القبيلة. ولكن الأحداث تؤكد أنه سيسير في اتجاه يعني الخيانة، وفي اتجاه أنه غير قادر على قيادة القبيلة بطريقة عادلة وفي طريق الحق. وكل هذه الأخبار وكل ما سيقوم به دندار سيصل إلى السيد أرطغرل، ويعلم ما يقوم به أخيه دندار من أحداث، وهنا ستتغير الأمور، وهنا ستنقل السيادة من يد دندار. وسنتحدث عن دندار وعلاقته بعثمان في فيديو قادم إن شاء الله، بعدما سيخبرهم عثمان عندما تخليصه من الأسر بأن صوفيا سيكون لها طرفا في عقابه وفي أسره وفي هجوم السوق. وموقف دندار سنتحدث عنه في فيديو آخر بإذن الله. أما الأمر الآخر، يعني كل هذه الأمور كما ذكرنا ستصل إلى السيد أرطغرل وسيتغير القرار. أما الأمر الآخر فهو مرض أرطغرل الشديد، فهذا لا يدل على أن أرطغرل لن يعود إلى المسلسل وإنه سيموت في قونيا، فهذا أمر مبرر فقط أو يتم التبرير به فقط من طرف المخرج ريتما يحاول إقناع ممثل أرطغرل أنجين ألتان إلى العودة للمسلسل من جديد والتمثيل في بضع حلقات، أو أنه كما ذكرت بعض المصادر أنه وجد شخص آخر سيمثل في دور أرطغرل، ولكنه الآن مشغول بتمثيل فيلم آخر وسينتهي منه في شهر فبراير القادم، وبعدها سيعود أرطغرل إلى المسلسل. أما بالنسبة لمن سينقذ عثمان ومحاربيه، كما شاهدنا في الحلقة السابعة وصول الدراويش إلى المكان الذي أسر فيه عثمان ومحاربيه وقتل فيهم واحدا وأصيب الآخر أركوت. أيضا كما تم نقله إلى القبيلة من أجل العلاج، وأن خبر خطف عثمان وصل إلى القبيلة وبامسي وغندوز والآخرين. كما شاهدنا كذلك أن باتور قبض ووجد صاحب ومحارب سلفادور مصابا وقبض عليه وأخذه إلى المكان السري، وكان ذاهبا ليخبر أبيه بهذه الأمر، لكن تفاجأ بوجود عبد الرحمن وبالتالي فضل أن يكتم الأمر ريتما ينفرد بأبيه. كما أن الشيخ أديب علي أمر بتجهيز سيفه والاستعداد للبحث عن عثمان وتخليصه من الأسر. ولكن أن المحارب الذي قبض عليه باتور ألب فهو لن يخبر بمكان عثمان حتى لو قوتل،
ربما سيخبرهم بأمور أخرى كاذبة سنتحدث عنها كذلك، وخطة يانيز عن القبض على الشيخ أديب علي في فيديو آخر. ولكن من سيكون له دور في إنقاذ عثمان سيكون بتوجيه من السيدة سيلجان، لأنه أخبرها عثمان سابقا أن صوفيا لها دور في الأمر، وأن يانيز خيره بين حياته وحياة سيلجان، وستخبر بامسي سرا بما حدث، وبامسي سيذهب رفقة بعض الجنود وكذلك سامسا، ويلتحقون مع تجمعون مع الدراويش، وسوف يتعقبون ويتجسسون على صوفيا حتى تصل إلى المكان السري الذي يتواجد به عثمان، وسيقومون بتخليصه. أكيد الحلقة تتضمن أحداثا مشوقة ومجموعة من المفاجآت، وسنتحدث عنها في فيديوهات قادمة إن شاء الله. إلى هنا أشكركم على حسن المتابعة، ولا تنسونا بالإعجاب بالفيديو والمشاركة في القناة. السلام عليكم ورحمة الله.